بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم قلت: السان اسم الفاعل، وهو ما اشتق من فعل لمن قام به على معنى الحدوث كضارب ومكرم، فإن صغر أو وصف لم يعمل، وإلا فإن كان صلة لأل عمل مطلقا، وإلا عمل إن كان حالا أو استقبالا، واعتمد ولو تقديرا على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف. دوم دانا لو أنك عمليا عملي فعل اسم فاعل. اسم فاعل عادة اسمك كدروز ذكري بوويك وبحث لذاتك دكا كفعلك لو واقع بو أجر متعدي به، يا فعلك لواقع بو وربتي هيو، وفعلك لوايا أجر لازم به مثلا بو نمونة. إيه خوي بو ما تعدي بك دفرمي، وهو مشتق اسمك ك أجر مشتق بو. باشا أجر مشتق بو عفو فعل اسمك كمشتق بلا سيلة فعل، يعني دروس كلا بلا فعل. باشا فعل كاش دي لده توضيح نادا بلان زور بي زاناني سرفي لسر اون كلا فعل مزارع دروس ذكري. هر چن رئيس سيبو هوايا همو اوانا ببي واسطة الراس وخوة لما سدروس ذكرين، بلان رئيس زور بي زانان لسر اوه كاسم فاعل اسم في الأمانة لفعل مزارع ورد جيلان. ايه اسمك كورجي لابي دروس كلا بلا فعلك جاء أمزا لبر أم هدفة لمن قام به. باشا لبو كسك أو اسم دروز ذكري ولا فعلك دروز ذكري كوا قام فاعل قام هو اتشتب فعل كفعلك بو وبي فعلك بس تجي هي بيجبر نوبو منك كلبر أو بو كسك أو فعلك يعني ويستعب بو يعني فعلك ارتباطي بواب ببيت فعلك بستجي بواب ببيت. إيه فعلي قام هو يبو فعلي برناني هي به أو زميل برناو بومنك. إيه اشتقاق لأصل ده قرانوي فرعيك كمشتقك بلو أصل كمشتق من هو لبلوي مناسبة هي لبيني عند أو بيلا اشتقاق كعلمي هي سر بخوش الواقع ده جاء أمكارك ذكري بوي دلالتك على سر أوك مشخص ببيك أم فعلا لواقع دا ربتي بتشكسي كويا ديال ربتي بفعل كويا فعلك. إيه أكو ضارب ومكرم دو مثال إيش كهنا وأنا بحس لو دكا كلواقع نفس الأمر دا اسم فاعل شو مجرد بتشلا مزيد بكاري خوي دكا كاري بوني. إيه جاء أمزا أجد الله فإن صغير أو وصف لم يعمل أجر بو تصغيري تراكلا يا بو بموصوف أو عملناك إما كمل لنا بابتنا ما نبيش تلقتنا ده توضيح داون هاد بيا مناسبة أو درسانا يركان لقى القتل النداية تيكيان خنوان الجوان اللي بقرن بدليل يا نصرك يكسا. إيه أوانية ك نصرك دون فرد منو اختلاف في مشرب يا مبي دو كسن دو كزني وكسيك ومطلبك جوان تلو دجيل الواقع ده. إيه أو كات عملناك وإلا أي زهتك فإن كان صلة أجر تصغير أماني تدانك لا فإن كان صلة لألعمل مطلقا. إيه أجر بوب الصلة بو أل وكو بيشتل لبعصي موصولات أخيرا ما اسم فاعل اسم مفعول دبن بصلة بو تي بو ألي موصولة جادل أجر بوب الصلة بو أل واتا اسم فاعلك ألي لسل بوما بس أو عمل لك بمطلق مطلق يعني تي يعني بابي قيد بمعنى ماضي بي بمعنى حال بي بمعنى استقبال بفرغنا كاميك اعتماد داتا سر او شتاني كوا بحثي داكين لو ودوك ونفي واستفهام وتيوتي يا اعتماد ندا اتر حد شرط وشروطي كي ناوي كاري خوي دكا بريكو بيكي اقل الي بيو او باشا وإلا اقل الي بيو نبو زور تاكا عمل دكا جا اقدر عمل دكا اللي ثان تقنتي من لقت لندا شهد او تذكر لندا كاكا بحث لا اسم فاعل ومفعول براستي نحو عمل كردنيان لنحو دا زور زور شتيكي سخت و دشوارا واقعا زور جارا انسان هربو خوشي سري لتيغته بحثكي زور عجيب و غريب زور ناخوش جا اگه دالا
اگر علی لسر نبو عمل دکا مبستی چیه؟ مبستی اوه که عمل دکا مبستی یعنی مفعول منصوب دکا مبستی اوه اینا خو اگر علی شی پیو نبی و بمعنی حال و استقبال جنبی خو اضافه دکره برو فعل که او عملی خوی هر دکا او که بلان اگر دلن اسم فاعل شرطی عمل کدنی اسم فاعل چیه؟ کدلن دبی حال بیا استقبال بیا من یچان او که کشان اعتماد ده تسره چلوشتانه او شرط بوئه عمل که لمفعول ده او یک قضیه که لیتان تیگنسی او شرط بوئه که عمل که لمفعول ده نگ او بو عمل کدن لفاعل ده اما نکته که زور زور ضروریه داخل که داخل ابن هشام لیده نیفرم بلان لبحثی صورتکانی افتراقی صورتکانی افتراق و اختلافی صفتی مشتبه اسم فاعل وابزانم لمغنية قتوتي وبيشتريش هل لمغنية بيش أبيش وأزانم لبعصي مجوزي ابتداء بنكيرة أو عنيك أوشتانيك والرياقة دادن كمبتداء ببيت النكيرة تشن ليو دا بحث دكا كأو شرطي اعتماد أو شرطي زماني حال واستقبال بوهي كعمل كان لمنصوبة كدا لمفعولة كدا نقب وفاعلك وبفاعلك اعتمادي هر دبي لواقع دا وكاربان بوانية بلان حالو استقبالك بيقمان كاتيك كدبي عملك لمنصوبك او شرطي دبي او زور زور ضروري اوشتانا مواظب بن اقل وانبو يعني الي بيو نبو اسم فعلك ونبو ببصي لبو الي موصولة عمل دكا بمرزي خوار يعني مفعول منصوب دكا بمرزي خوار وجا منصوب يكا بتنوين ودبي اسم فعلك يا اضافة دك لبرو مفعولك ودو صورتي هي اگر حال بو یا استقبال بو یعنی لزمان دا چون که شباهتی هی با مزارع و دبیل لمعناش دا وکو مزارع و بما یک دو و اعتماد دا سر نفی یا استفهام یا مخبر عنه و تا مبتدا یا موصوف دلو ولو تقدرن بالا تقدیر جدا بده اعتماد دا سر چه لمان اعتماد دا سران یعنی چی؟ یعنی اعتماد دا سر مخبر عنه یعنی بیوتا خبر بوی اعتماد دا سر موصوف یعنی بیوتا صفت بو موصوف اعتماد دا سر استفهام بدو استفهام دابد اعتماد دا سر نفی بدو نفی دابد اعوه زور باشا وأقول قولي ما اشتق من فعل فيه تجوز وحقه ما اشتق من مصدر فعل قول وكمل مثلا كعبت ما اشتق من فعل أو دل مجازي تلا مجازك بحصفة كدل مجازي تلا يعني حقي اسم فعل أو يك دروز بكلي لمصدر فعلك باشا تشونك سيبويه دل لمصدر فعل سيبويه برحمتي إخوابي بمستر دلي فعل حدث حدثان إيه رئيس بو هو كراس وخو اسم فاعل هل همو صيغه كان بلاي اوه راس وخو الامر لمستر دل ذكر نق بلان عمدي زانان لسر اون ك فقد ماضي سر بخو لمستر دل ذكر او كان ك بواسطه مضارع بواسطه ماضي بقيش بواسطه مضارع إيه زوت سكه يعني مرجعي هاد قصه هيك هل يشان دسنو سر سرشاوكا كسرشاوكا تيا مصدرة إيه وقولي لمن قام به مخرج للفعل بأنواعه إيه أو كمن دلم أو فعل أو مصدرة أو اسم فاعل دلو الذكر لفعلك بم جهته لمن قام به أها بوكسيك كقام الفعل به آواء إلى صلى بوكسيك أم اسم فاعل دلو الذكر كفعلك واقعا بستجيب بالراء والسبب وهو يعني فعلك بوني فعلك بسترابته ببوني او ذاته اعوى تاولي او مخرج الفعل بانواعه او فعل بانواع كان يواني تشود له باشا فنو انما اشتق لتعين زمن الحدوث فعل اجا مشتغل به لبيش مشتاق وبو او مشتغل به كدر الذكر لمصر بوي الزماني فعلك زماني رداوك معين به ماضية شيء إيه لا لدلالة على من قام به نجب دلالة لسر أول بو أو دلالة كلا سلوي كده خوف فعلك بس رابة توبة ذاتي كوانية بوني فعلك بيوان درابة توانية ورب درابة توبة بوني كسر كوا أول لزمني فعل داها فعل برخ ولا برو مشتغنا به أول دلالتي تصمني في غلنا يعني لنا خدي فعل أو اشتهيا بلان كفعل دروز ذكري مثلا بو دروز ذكري كتعيني فاعلك كبك بو دروز ذكري كتعيني زماني فعلك كبك أو أو والاسم المفعول هو اسم المفعول جبهة الدلالة وشنك فإنه إنما اشتق من الفعل لمن وقع عليه
دروس ذكرى لفعل اسم مفعول بو كسر كبسري دا رودا دا فعلك نك فعلك انجام دا ولأسماء الزمان والمكان المخزوط من الفعل واسم زمان ومكانش كورد جيل نفل اوانش دبات الدلو لتعريفه كبو فإنها أسماء زمان ومكان إنما اشتقت لمن وقع فيها لما وقع فيها دروس كراون بو بوشتك فعلك لوان دا رويدا وفعلك لوان دا بانجام گشت چون که زمان لفعل دا موجوده مکانش هروا موجوده چون که حرف ال کروده دا هم ل زمان کروده دا هم ل مکان کا اما لیکاتا هن امان ال واقع دا ايه لا لمن قامت به اما اسماء زمان و مکان که درود کن فعل بو درود نکرن بو کس یک واقعا فعل کی انجام دا به فعل کا بونی فعل کا الرب درابته وبوني ذاتك انا لاسم زمان ومكان ده ودلالة تانية وذلك نحو المضرب بكسر الراء اسما لزمان ضرب ومكاني كالناوي زماني الزربكي يا مكاني الزربكي وش ده السلف اخر النمانة كخلاصي كلام اسم زمان ومكاني يقوزنيان هي عموما يقوزنيان هي ايه من مضرب لباب يدوى لسوزني مفعله بزماني لدانا كدخوا بمكاني لدانا كش دخوا وقول على معنى الحدوثي ككتم كفرمي فعل اسم كدروس كلاب لفعل بوكس كفعلك رب درابة وبوني فعلك أبل رب درابة بشي ببوني أو ذاته وكفاعلك يا أما على معنى الحدوثي لسر معنى حدوثي زيني معنى حدوثي زيني حالتك حالتك بردوام نبي أو كفاعل أنجام داري فعلك بيت أو حالتی که حلوز بید یعنی روب داو تواو بید مثلا کوتایی پی بید وکو صفتی مشابه نبی حالتی که بردوامی تیدعا بید لواقع دا اما که آوام گود مخرج من صفتی مشابه و اسم تفضیلی هم اسمی هم صفتی مشابه هم اسم تفضیل لبات دروا كظريفين وافضل وكو امدو انا ظريف صفتی مشابه افضل اسم تفضیل فانما امدو انا اشتق لمن قام به الفعل كدرس كراون بوكسك كفعلك بلا بوانا وبسراوتوان يعني بوني فعلك ليس متفضيل ولا صفة مشبهة دا براسي بيوان درابتا بوني فعلك ربطي هي ببوني ذاتك بلا لكن على معنى السبوتي لا على معنى الحدوثي بلا نوي هي اللمدوان دا حالتك حالتك بردوامة حالتك حدوثنية بشراني كده دانيه لو يدا مثلا وقت فعلك بكار ديني بالنسبه لفاعلك وكذا لي زيد جوان يا زيد قوريه قورتله او قورتلو او جوانيش حالتك بردوامه اوني استجوان بيو استجوره بيو دوايتش كولو بيو دواي ناشرين بيو او صفته حالتك بردوامي هيك اصل فعلك بوصي بو خد فاعلك وأشرت بتمثيل بضارب ومكرم إلى أنه إن كان من فعل ثلاثي جاء على زينة فاعل وإن كان من غيره جاء بلفظ المضارع بشرط تبديل حرف المضارعة بميم مضمومة وكسر ما قبل آخره مطلقا إشارة مدى بو مثالي خوم كلمتنك بضارب ومكرم مثال هنا بو اسم فاعل بل هو اسم فاعل أقل لفعل ثلاثي بو لسوزني فاعل جد أجل لغيري واسم ثلاثي وهي غيري ستبو ثلاثي لغيري ثلاثي بو لسال لفظي مزارع ده بلان بوشرته حرفي مزارعك بقوري تبديلك بميمك مضمومة ما قبل آخرك شي مكسر كي قاعدك قشتية ثم مطلقة يعني أما ببر دوامي وايا جايست ثلاثي مزيدة رباعي مجردة رباعي مزيدة فرقناك هذا هم يعني أبو حالة إيه؟ ثم ينقسم اسم الفاعل إلى مقرون بأل الموصولة ومجرد عنها إيه؟ اسم فاعل دا بجد ببرا دو صورة لأصل يا مقرون بأل يعني ألي موصولة بوتا السلب ألك يانا مجردة خالي وخوانا عنها لألك ألي بيوني يعني لم دو صورة بأن يا دلي الضارب يا دلي ضارب يا دلي الفاعل يا دلي فاعل أو يعني بأل بكار دجري يا ببأل بكار دجري أما أو فالمقرون بها اسم فاعلك كمقرون بها بأل يعني ألي بيو بي يعمل عمل فعله مطلقا كاري فعلك خويدك هي فعلي دستوبو اسم فاعلك أو اسم فاعلة
كاري أو فعلي خوي دكا كلي دو جواب مطلقي إيه لازم بو متعدي بو هر شي وازيغو عملي فعلي خوي دكا إيه زالة ليلة نادا لواقع دا إيه مطلقة سي تفسيري كاتو لواقع دا طلع أعني ماضيا ما أعني ماضيا كان أو حاضر أو مستقبلا الزمان كي با ماضي بي يا با حال بي يا با مستقبلا فرغنا كا چونك لواقع دا لحقيقة لو كاتا فعلا علماء دلا فعلا وكو لجامي دا هاتوا فعلا ولا سيغي فعلك لا دراوة بلو سيغي اسم بو چونك بيان ناخوشا عرب ألب تتسر اسم سر فعل لسر دبي لسر إزمان تتسر فعل يعني دقيقا دلا لذاتي خويدا أجد دقة ذكر به لذاتي خويدا أو اسم فعل كمثلا ألب مثلا دلا الناصر يا دلا الضارب أو يا لجي ضرب يا لجي يضرب ولا أصل الله جاء أم جاء بويا دي كان اسم فعل صيغي فعل كده جورن شكل كده جورن دي كان اسم فعل بدليل هو بوان ناكري بلان الضرب يا اليضرب إيه ولا بالخاتري أو إيه جاء أم جاء أو اسم فعل كألي بيويا أو الألي موصولية جاء أم جاء اسم فعل كضارب ناصر عالم هرشتك لجي غي ضرب دادنشي أجر معنى كبير معنى مازيبو لجي يضربو لجي يفعلو تادنش أجر معنى كمان في معنى غير مازيبو إيه دائما جاء فعل لها محالتك ده بمازي معنى كينو بمزارع معنى كينو باستقبال يا بحال عمل إخوة دكا دي أوش كلجي فعل ده نشا كيس من فعله بألوية همان عملي وفعل إخوة دكا زارة تفاوتك ناكا إتر أوش تشرو ديني لواقع ده تقول هذا الضارب زيدا أمسي أو ألان أو غدا أما سي مثالا بقيد أمسي في ودني بو ماضي أو يكرر أم ذات كلا لك طلع هذا الضارب زيدا الآن أما يعني إستيو بو زمان حال دبارة كلا لك تو أن أجمع زول في استقبال وهذا الضارب زيدا طلع غدا إيه أو لا دا عملي خوي كدو ببشت وشروط وهيك شيء تذاني أنا وقدا قال امرؤ القيسي امرؤ القيس على شيء القاوتلين الملك الحلاحلا خير معد حصبا ونائلا باسيو هو زدكا كبهوزي بنو أسد مشهور بن كحملان كربا هوزو عشيرتكي إمر القيس إمر القيس كشت باوشان كشت أو إتر إمر القيس هستاليها تدري ركد ولاتي روم بو قسطنطنية إسطنبولي أمروي يترك دعوك الروم وهذا كبدني وخلاص الكلام بيتوا خيني باوكي طولي خيني باوكي بكاتواني خيني باوكي بس يعني شنك زويا لقل عقود وكو صلح صلحي لقل صلحي لقل ما كردن أو بو هر لقسطنطنية مردو تفريا أو نكا ودلاش كل كاشي بكا بو حجازو خلاص الكلام طولي بابي بكاتواني إيه حلا حل أرزي برادري خو مكم بكسي كي بغيرة دلة أو دلة أواني كوا كشتيان أو شايا بريزة وجورية تاوليتي أو كوا خير معدن حسبا ما بس حسب نسبة كيكا ك لا قيد لا باري حسب نسب عتاو بخشوش أوانانه باشترين كذب لا قيد والله حاتن كشتيان فأعمل القاتلين مع كونه بمعنى الماضي لأنه لا يريد بالملك الحلاحلي لأنه يريد بالملك الحلاحلي أباه عملي داوى شاعر بقى القاتلين كاسم فاعل لقلو شبعنا ماضي يعني الذين قتلوا الملك الحلاحلي أي خوب بمعنى أين دنيا اللي قال بنا ماضية، شون كما بس بملك حلاح البوجة، يعني كبوجة كشتوخ وربتي بجزشته. وفي دليل أيضا على أعماله مجمع، وهشلم القاتلين ده دليل بالجلة سلوي لسال عمل كدني اسم فاعل بجمع شوا. هروكو بتصنيع بمفردش عمل لك، بجمع شهر عمل لك على واقع اسم فاعل تفاوتين على واقع ده. أو ليه دا باسي نكر دواني ظاهرا بلان لش مثلا كباسي كر كتينا بي مصغر بي اگر برسيار بك لزا باشا بو لحاوتي تصنيو جماع اسم فاعل عمل دكا بلان لحاوتي تصغير دا عملناكا فقكي اويا لواقع دا
لبيني تصنيع وجمع أو لبيني تصغير فرق كي أويا ك لواقع دا وقتك اسم فاعل بصيغي تصنيع دي ديا بصيغي جمع دي هيتش تغيير وقران كاريك رناك تا ريشي كلمك بلام لتصغير دا أنه والله رك كلمة كي ستيغة مثلا ضارب دي بتل ضويري حر شكلي بشغل اسم فاعل ناتي تازا تاول لي هذي بتل ضويري بس حد بونا تازا تاول بلان لا ضارب دي بتها ضارباني ضاربونا شكلي مفردة كي بحالة خوية دي بلان التصغير ده لتاري قران كاري ده او 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 اقر مجرد ببي قرية بلان والمجرد اقر اقر عفو بألبد بلان والمجرد عنها عنها يعني ال بو ال تتوى اسم فعلك مجرد بلا الالي بيونا بي انما يعمل بشرطين بدو شرط عمل لكات أحد ما أن يقول للحالي والاستقبالي يشان أو يك لزمان ده أبو حال ويا أبو استقبال بيت أما أو شو كعمل اسم فاعل لبر شبعتي مزارعة بيوز ذكاء لزمانش ده بيشواني زماني مزارع نجولة ده إيه لا للماضي ده بمعنى ماضي نبيت أجر يعني عملك بكاء بوكو لما تنكاء بو بس كده عمل كان مفعول بقريت عوا جاتش أو اسم فاعلك إضافة بكده برا مفعولك شنا بتنوينه اسم فعلك بكار بيجي له مفعولك منصوبك أو أو نكتيك اللي بيتنا كذا إيه لا للماضي إيه الدبابة معناه ماضي نبيت خلافا للكسائي وهشام وابن مضاء وابن مضاء ببيت شواني كسائي وهشام الضرير وابن مضاء لكوفيا كان كون كي أنا بمعنى ماضي جدي واستدلوا بقوله تعالى وكلب باسط زراعه بالوسيد ضلن أو كلب باسط زراعه بالوسيد ربطي بماضية أيوانيا ذكرتي بمازيا يعني اشتغل جزشتها وداول قالوش عن زراعي منصوب كردوا بلان وتأولها غيرهم غيري أوان هاتنسين لك دوا تأوليان كردوا أو محمد محمد بن الحميد الأخوال وتعليق لكي نسيوا أو وباشا لقتل داشا التوضيح كامل ما دابوا أول عقدة تأولي كشان لسان حكاية حالة ويا أتو أشتغل جزشتها دار روي داوا وفرزكي كي يستيروا دلالة حالي ردان لها این دی جریانه وقتون او کاته کارو ددا چاول لسه زمانه کارو دانی او زمانه د دغوازی او استه او ا استه او عاده لکاتک دا کشتک بلاته و تعجبی تدا ما یسر سرمانه تو او کار دکینه لا مکاتکاتو کارنا کی لا وقدا و النکته ک ا او کلقت ندانه تخز احمان لسر زایت لردا با تکرارینه کنه جولو درسنه ای بگرنانه ای بحث اسهل اسم فاعل ده او اما الشرط يقول ده بمعنى حال يعني استقبال لزمان ده ما يكدو أن يكون معتمد على واحد من أربعة اعتماد داتا سريع شك لم تشوى داراني خواروا لمش دا أخفش دا بسريا كان وكوفيا كان مخالفي همو علماء بسريا كدو كدو يانا درست اسم فاعل عملك باب اعتماد درست عملك بلا ناشيبي قيلناك بلا قصة كان قصة كي بيربتو بيجي براسي وشواهدي كافي كببيتا قاعديك بو اوي درز بي اسم فاعل ببي اعتماد عملك شواهدي كافي بو انبابتا لدسيان داني الواقع دا اني هو خالك كواد بي اما اوشتا جون جون ور بقرين ايه الاولو النفيو اعتمادات السليش اللي شوارا كان وهي اماني اخوارون يك اول دانا ما النفيك قوله باشا ما راعن الخلان ذمتنا كثن بل من وفى يجد الخليل خليلا إيه عرض إبراهيم خومكم شاعر ك ضلنا جوا حسان بن ثابتة بل عمله ضلنا إيوينيا أو أما عادة لنا وكملك بلين دبل لنا عفو نخير شاعر مشخص نيتشه أو شاعر دوايا نسبة عنده ب حسن كل سابته شاعر مشخص نيتشه شاهد كزوزور واضح رونا كليرا كندا راعن كاسم فاعلة الخلانو أبيت فاعلة كي سولتي زمة لبيت ذات مفعول كي عملي كده لا أقصد إيه بلى أو زوزور واضح رونا ليرا كندا إيه زور شاكو معنى شركش خلان عادة الله أعلم بمعنى دوستو أو أنا دقتلي أو بلى
دلي رعاية أنك دوستان رعاية أن رعادنا كان دوستان إيزم يكسي كوا خلاصي كلام بيمان دشكيني يعني كسي كوا بيمان دشكيني تخو دوستان تازا رعاية وبيمان ناكن كوان أوان بيمان دشكينن بل كو كسي كوا فادكا لواقع دا او ایتر او کسات با دوست تازه دبینه یعنی دوست کسی که کوا وفاب که بود که معنی که هیلان لبین دا معنی اگلی و شوازه و پاشان جعلی دا شایلی کنسا که لزیمت عمل کنیا بو خیلان شاهید نیا و هر عمل دا که لفعیل دا و که لما بوینه بلان بو مفعول که ایتی الثانی الاستفهامو اعتمادات سر استفهام که قوله أناوٍ رجالك قتل امرئ من العز في حبك عطاض ذلا أرزي برادر أني خونكم أمشي نسبة دراب حصان أما لاقدا برأي إنكارية كان لاقدا أو أرزي برادر خونكم إعطاضك لنا شارك لهاتوك ومفرداتك مفردة لمفردات هذا لباب افتعال بله بله لعوازة زادة عادة وايا الله دلي آية نيتي عن هي بيا وكاني تو بو كشتيني كسيك باشا كوا من العز في حبك اعتاض الزلة اعتاض الزلة ليرا كندا بله أم من العزي تعلقي بالسبب إعطاضة يعني عاملك أو يعني أصلك إعطاض ذلا من العزي في حبك أولا رشد لا أصل الله والله أنت لو ولا شيء هذا أنا هتزار من جدة وأنا في أشكال ولا غير لشيء ولا غير شيء هذا أي قصتي أنا بيا وكانت بوكشتني كسيك كوا واقعا عوزي زليليك دوتوانيا لعزة سربرزي دا لاري خوش هستي تو دا شاهد يكا لسر ناوينا كعملي كدوا لقتل دا بمفعول منصوبي كدوا ولا ملكاتك دا كواهم زي استثام لسر الثالث اسم مخبر عنه باسم الفاعل اسم دبي اسم فاعل اعتمادات السر اسمك كمخبر عنه باش يعني مسند إليها خبري لدرا ببتي باسم فاعل اسم فاعلك وبيتا خبر بوي كقوله إن الله بالغ أمره ما الأصل ده بالغ لذات خدا الأصل ده خبري الله يتمكى بيشتر الله بالغ أمره ولا أصل ده أو الله بالغ أمره أبو جورية جاء دو قراءة من هي لركنا ده لها دو قراءة كده بركتشين دعوة لها دو قراءة كده شاهدة بلان برق تيشان دو نازم بوان وان قاتي باتي كردوا قراتي حفظ لعاصم باشا إذا في بالغ كدوا برو أمر هو يك لقراء السبع شاشا كانيكا بالغ أمره يا خندو ثاني اسم فعل كان باتنو خندو ثاني باشا جاليرا كان دا هدو لاكي دلستا هدو لاكي شاهده بو يما چه بالغ أمره أوك أمره لويدا مفعولي بالغة اعتمادي دعوة السر الله كمخبر عنه لا أصل الله كما قال أصلا مبتدا جاء مخبر عنه بموصفة فرقناك استي مبتدا به يعني أصل الله مبتدا به باشا و بإضافة كدني بالغ جبر وأمر هل شاهدك كيما ديت الجيغة بو كما وكو عرزم كدن اسم فعال كشرائتي كامل بو دتواني بدو جور بكاري بقري يا بتنوين و بكاري بقري يا بإضافة وبكاري بقري إذا حد ولا قراءتك لا شاهد كي مدة تجاك بل أمر رجنا زانم قاتيان كروا توزعي ترى وندش تي سيسيري لس الدلان كهاد أصلا خوجني على جودة وشلانة إيه زور ساك الرابع اسم موصوف باسم الفاعل اعتمادا تصير اسمك اسمك موصوف به داري صفة وصفة كاش تبي باسم فاعل موصوف به. يعني الصفة كي بيت اسم فاعل باشا كقولك مررت برجل ضارب زيدا إيه لذا ضارب عملي كدوا لزيدا كمنصوبي كدوا فعلي كتيدا مستطيلا أما كاتيكا زور تاكا كواد دبيني بو تصيفات بو منصوفي كرجولا زور تاكا وقولي ولو تقدرا إشارة
بلا إشارة إلى مثل قوله أو كما لم تنكاوتم با اعتماد دابا على تقدير جدابة إشارة ببرويني أم شعرانا كلا تقدير دات اعتمادين داو تسر أوشتانا أوشكا تششي تدانيا لو أنا وكو شاهد دلي كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوعل ليرا كندا وعل بفتحي واوكو بكسر عينك ببراني ببران الشيوي دلا براني الشيوي أو إكلا الشيوية نقل أهلي أو أنا أو أو أرزي برادري خومكم ظاهرا آوايا ناطح صخرة أوك وكو أوك بصخريك سركوي روجة لروجة بوي برين سستي بكا وزعيفي بكا أو دي فلم يضيرها ضار ضيرا بمعنى ضر ضرانا بمعنى زرد زردي لنا ده وأوها قرنه الوعل شاخكي أو براني شيء ضعيف فكرة ما نزام بحسي سلك أخو ده بي شهر بيشوكي بيني وأنا زام معنى كل دردك ولا صلى أو معنى الشركة لو جوري لا قدر إيه يعني كحلد لا أنا كحلد عفو لا 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 صخرية كحلد يوما ليهينها عادة دبي ما بس يا وبي أني كشواني تان كدبي دزانن جاري ويا أو كورانا أو برانانا أجر حيواني كي هونو إخوان دزناك وشري لقلاب كان لقل بردك شر ذاك يعني وهم زور ديهم بهم مل بيو قطبان دي اللولا ويترخو حواد داو خب ما بردي دا دا دبي أوبو بشاعر ديبيتي كناطح صخرة يوما ليهينها كحوض دال صخريك خلاصي كلام بوي صخرك سست ضعيفك دي فلم يظهرها خو زر الصخرة كنادا وأوها قرنه الوعل أي تر شاخي خوي لواقع دا ضعيف لا وازدك أيوانيا أما شاعر يكلا سر ناطحة كعملي كدوالة صخرة دا منصوبي كدوا وكو مفعول به دي عملي كدوا لحالة كأغب باري الزاهري كتماشا دكي لواقع دا مشتي لأرادانية اعتمادك بلا نسيبو من دلي وقوله يا إشارة ولو تقديرا بويني أم شارك دلي ليت شعري مقيم العذر قومي ليأمهم في الحب ليعاذلونا خزقا علمي من ببوا يا بوا آية أمقيم بله عرسي بالهدري خوم كم قوم دبت فاعل مقيمون أو صادي ما صادي خبرك شي دبلا أخلاق شنه مقيم دبت مرتدى خزقا علمي من ببوا يا بوا آية قومي من دي النوع عذر بومن يا أوان لخوش ويستيدا بومن حالتي عزل وعتاب ولو مو سرزن اشتيان هيا إيه ليرا كان دا شاهدك لسر أويا كما بس لسر مقيم عملي كدوا العذر دا منصوبي كدوا لحالك هشتيق لواني كل بيشيو بي اعتماد دات السري نية إيه زورت هكا وقولك ضاربا عمرا أوك عملي كدوا عمرا دا جوابا لمن قال كيف رأيت زيدا توتون الزيدي ألا ترى أن هذه عملت لأثمان على مقدر ما قد تنابني أأمانا مثالك أمل شيرا عمليا كردوها كاكي جان لسلشي عمليا كردوها لبروي اعتماديا داو أمسيان أم هذه أم هايا بو أمسي اسم فعل دسنواني ضاربا عمرا مقيم العزرة ناطح صخرة عمليا كده تونك اعتماديا كده أمسيانا بصر مقدر تونك أصلا كي الشعر أولك كوعل ناطح أو ناطح صفة وعلة أو اعتمادات الموصوف ليت شعري أمقيم تونك اسم استفهام ببردوامي بدوالي تشعري دا حذف دا بأما اشتيك أنبابتا لشرح كافير اللي دا مراجعي في بكنو بحثك زور خوش وزور تايبتيشا إيه باشان
أها اعتمادات السلام زي استفهام مقيمنا يا رأيته ضاربا شاولتي رأيته ضاربا إيه لا أصل أما أوج اعتمادي داوة السر بيجمان وقم مخبروا عنه يقوى على واقع ده إيه زور تشاكا زور زور بجاية ثم قلت بلى 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 ولا أقدر أبي السين هاوي شو شو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.